ما حكم المسلم الذي يلعب كرة القدم في بلاد الكفر حيث أن بعض القمصان تحتوي على صليب، هل يكفر؟ لا ما يكفر، لكن نقول لا يجوز، لا يجوز لبس الصليب على الصدر. يعني الصليب نحن ننكره، ننكر أن يكون عيسى صلب، هم يعتبرون أن عيسى صلب عليه الصلاة والسلام ويتبركون بهذا، يتبركون بهذا الصليب، ونحن نقول لم يصبر عيسى عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الصليب يعني مهانا مثل صليب في الجورب مثلا أو في الحذاء، هذا مهان ما يضر إن شاء الله تعالى. أما إذا كان وضع على الصدر أو على الرأس لا يجوز وضع الصليب على الصدر أو على الرأس، لكن ما يوصل إلى الكفر، نقول لا يجوز لكن لا يكفر بهذا.